الآن فينضم إلينا من رام الله السيد عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد عصمت أهلا بك على شاشة الغد. أبدأ معك بما تابعتموه فيما جرى في القاهرة خلال اليومين الماضيين من مفاوضات ومحادثات بشأن إبرام صفقة. صباح الخير وتحياتنا لكم والمتابعين. بالفعل يعني شهدنا يومين مكثفات حقيقة، أيام أظهرت أن الفجوة الحقيقية التي تقف دون الوصول إلى صفقة هي نتنياهو. يعني لم يعد شك لدى أحد أن نتنياهو لا يريد صفقة، هذا يظهر من سلوكه، من خطابه، وهذا ظهر بشكل جلي ربما أكثر من أي شيء آخر عندما جاءت لحظة الحقيقة، وتم طبعا الحديث أن حماس وافقت على مسألة يعني تنازل أو إبداء مرونة في مطلب إنهاء الحرب وأن تكتفي بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات من هذا النوع، وخروجه بتصريحه يوم السبت الذي قال فيه أنه سيجتاح رفح. يعني هنا ظهر نتنياهو. أنا أعتقد أنه المفاوضات لم تنتهي بشكل يعني نهائي، لم يهال التراب على هذه المرحلة والصفقة، ولكن بات واضح أنه هناك صعوبة كبيرة في التوفيق بين هذه التوجهات والضغوطات والمحاولات التي يقودها الوسطاء وبين نتنياهو واليمين الذي عرضتم قبل قليل مطالبته باجتياح رفح، يعني مظاهرة يخرج فيها عضوين من الكابينيت يقودانها. ما هذا الكابينيت؟ يعني ما هؤلاء الوزراء؟ بإمكانكم إبداء وجهة نظركم، يعني تظاهرون ضد الحكومة التي أنتم جزء منها، لكن هذا يظهر حجم يعني التحريض والرغبة في إفشال هذا الجهد. وأيضا يعني بالأمس نتنياهو كان واضحا من استمع إلى كلمته في ذكرى المحرقة توجه باللغة الإنجليزية، يعني هذا من باب التشديد ومن باب أنه إسماع الولايات المتحدة، سنقاتل حتى لو وحدنا، يعني حليفهم الأكبر وشريكهم في هذه الحرب يقول له باللغة الإنجليزية في ذكرى هي الأقدس بالنسبة للإسرائيليين سياسيا وليس دينيا، وهي ذكرى المحرقة، يقول سنقاتل حتى لو وحدنا. لذلك يعني هذه الأيام أظهرت أنه نحن نواجه حكومة ورئيس حكومة دون ضغط جدي، دون موقف أمريكي حاسم وواضح. طيب، لا يمكن. كيف تفسرون مشاركة بيرنز في هذه المفاوضات سيد عصمت؟ الولايات المتحدة تريد أن تضمن أن أولا أن لا تنهار الجهود وأن تبقي دور قيادي في هذه المحادثات. ولاحظ أن بيرنز جاء إلى القاهرة أشرف على المفاوضات، وعندما عاد وفد حماس إلى التشاور عاد هو الآخر إلى قطر. أنا أعتقد أنه يريد أن يمارس ضغط إضافي على قطر، وخاصة في موضوع بقاء ربما قيادة حماس. هناك يعني حديث أنه الولايات المتحدة تطلب وتضغط من أجل إخراج إغلاق مكاتب حماس وإخراجها من قطر، ربما يريد أن يضغط في هذا الاتجاه. لماذا؟ بيرنز أدرك، كما ندرك نحن كما يدرك كل مراقب، أن المشكلة ليست في حماس ولا في الفلسطينيين، المشكلة لدى نتنياهو، ولكن هو ورئيسه يعني أعجز من أن يواجهوا نتنياهو والضغط عليه. هم يعلمون أنه الضغط على نتنياهو سيخلق أزمة مع الولايات المتحدة، وهذه الأزمة عمليا ستؤثر على الصوت اليهودي وعلى اللوبي الصهيوني وعلى الحظوظ الانتخابية لبايدن والديمقراطيين. ولأجل ذلك هو يفضل ويستسهل للأسف الشديد أن يضغط على حركة حماس. ولذلك يعني هذه المشاركة لا تعكس من جهة جدية ورغبة في إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى صفقة، ولكن على حساب الفلسطينيين، على حساب حقوقنا. مطلب إنهاء الحرب ليس مطلب حمساوي، هذا مطلب الناس الذين يعيشون في الخيام والذين يموتون كل يوم جراء القصف، هذا مطلب المجتمع الدولي، هذا مطلب المتظاهرين في كل جامعات العالم، هذا مطلب الدول العربية، يعني هذا مطلب الجميع. ولذلك يعني عندما أنت كولايات متحدة ترعى هذا الاتفاق، لا يعقل أن تجري صفقة دون أن توقف الحرب. يعني ما معنى هذه الصفقة إذا استمرت الحرب؟ ولذلك يعني نحن نقول أنه مشاركة بيرنز تعكس جدية ولكن على حساب الفلسطينيين ولصالح نتنياهو وإسرائيل.